بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو تشاهدون كيفية لصق القشرة الصناعية، وهذه هي، يعني هي صناعية ليست طبيعية. كيفية لصقها في جانب الخشب أو في جوانب الألواح. على سبيل المثال خشب MDF مثل هذا، أو خشب الميلامين مثل هذا. أولا لدينا هذه الأدوات هنا، طبعا هذه المقاومة هنا، وهو يشبه المجفف، يطلق الهواء الساخن من هنا، ويساعدنا هذا الشكل الدائري هكذا. وهذه القطعة الخشبية هنا حتى لا ترتفع القشرة هكذا، وتكون مع الجانب تماما. وهذا القرص هنا حتى يسمح لذلك الشريط بالدوران. أما هنا لدينا هذه الأسطوانات البلاستيكية، وفيها أيضا هذا الطرف حتى لا يسمح لها بالارتفاع هنا وهنا. وهذه الأسطوانات هنا هي فقط للمساعدة أثناء عملية التمرير. وهذه هنا هي قطعة من الخشب الرقائقي حتى يسمح للشريط بالنزول من الناحية الأخرى، فيكون الشريط هكذا، يعني مرتفع قليلا من الأعلى وأيضا من الأسفل. ثم نقطع الزيادة، فهذا العلو يسمح للشريط بأن يمر في الأسفل. هذا العلو يسمح للشريط بالمرور من أسفل أيضا. من أجل ذلك وضعنا هذا الخشب الرقائقي. أولا نبدأ مع هذا اللوح، والذي يشكل السطح طبعا هو من خشب الميلامين، ولديه هذه القاعدة من الخشب حتى لا يلتوي هكذا، بل يكون مستقيم. نبدأ أولا بهذا المجفف الذي يقوم بنفس الهواء الساخن، نثبته في مكانه. هنا قمنا بثقب أماكن مختلفة حتى نثبت فيها مختلف القطع. نبدأ مع هذه القطعة، وهي عادة ما تستخدم في تثبيت الأنابيب البلاستيكية. هذه الثقوب ندخل فيها هذه الصامولات، ثم نثبتها باستخدام هذه العزاقات مع ما يسمى بالواشر أو رونديل. نثبتها من الأسفل. نضع قطعة خشبية من الأسفل حتى نرفع هذا الجزء الحديدي عن اللوح. والآن مع هذه القطعة البلاستيكية أيضا مثبتة بالصامولات مع رونديل أو الواشر. وكما نلاحظ فإنها مثقوبة من الداخل. وهذه الحاشية قلنا حتى لا يرتفع الشريط مع هذا الأنبوب من الألمنيوم، حتى يسمح لها بالحركة. ونثبت الآن من الأسفل. ونفس الشيء مع القطعة الثانية. وهذه هنا هي قطعة خشبية، نفس الطريقة أيضا فيها هذا الأنبوب من الألمنيوم حتى يسمح لها بحرية الدوران مع هذه الصامولة. ونثبت بنفس الطريقة. وهذه القطعة من الخشب ثبتنا عليها هذه القطعة من الحديد، وتثبت هنا بالبراغي. ونثبتها أيضا من الأسفل بالبراغي. بقي لدينا هذا الشكل الدائري وهو من أجل الشريط حتى يمشي عليه الشريط. وهذا هو الشريط البلاستيكي للقشرة الصناعية. وهذا الشكل الدائري يسمح له بالدوران كلما قمنا بعملية السحب. وأخيرا يتبقى لدينا هذه القطعة من الخشب الرقائقي. نقوم بتثبيتها هناك حتى يمر الشريط أيضا من الجهة السفلية، فإذا مر من الجهة السفلية والعلوية يمكننا قطعه. نثبتها بالبراغي.